بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر المحكمة. والكتاب هو من إعداد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وصدر عن موسوعة الثقافة القانونية بهيئة الكتاب، ويقع في 444 صفحة، حيث تم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية. من حكم صدر فيها، ولقد انتهجت اللجنة نهجاً في تبويب هذه الأحكام لا يستند إلى تاريخ صدورها ولا إلى التصنيف الموضوعي للموضوعات المطروحة فيها، وإنما عمدت في ذلك إلى التصنيف العلمي الذي انتهجه الدستور في أبوابه وفصوله ليكون معياراً يكشف عن رؤية المحكمة في فهم أحكام الدستور، ويتيح للقارئ أن يقف على قضاء المحكمة في كل فصل من فصول الدستور. وهكذا فقد تم تقسيم هذه الأحكام على النحو الآتي: ديباجة الدستور، وعرضت فيها الأحكام التي تتناول ضمانات وضع الدستور. وفي الباب الأول من الدستور المعنون بالدولة اختارت اللجنة منها الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية والقواعد الحاكمة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع المصريين غير المسلمين في مجال أحوالهم الشخصية. وأخيراً قضاء المحكمة في مبدأ الفصل بين السلطات. ثم عرضت اللجنة للأحكام المختارة كأمثلة لتفعيل مضمون الحقوق الاجتماعية التي أوجب الدستور حمايتها في الباب الثاني منه.